السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الخاتم ده بالباترن اللي عليه بثلاث طرق باستخدام سماش يو في سكواش. يلا نشوف إزاي. أول حاجة هعمل رينج سايز 18 و4. هرسم خط من هنا 2 كارتفاع من الجنب 1.5 ومن تحت 1.3، وبعدين هعمل ميرور وهرسم ارك هنا وهنا، بعدين جوين وريبيلد. هرسم خط من هنا بوث سايد 10 عرض الخاتم ومن تحت 2، وهرسم خط ما بينهم. هختار كيرف فروم تو فيو بعدين ميرور. محتاج يضم شوية من الرايت، فهستخدم الكيج اديت بالمنظر ده. هعمل ريبيلد للخط هنا ونرفع النقط ومن تحت هرسم خط وريبيلد وننزل النقط دي شوية. بعدين سويب تو، هنعمل تشيك على كلوز علشان يبقى سيرفيس كامل. هعمل اكسترود كيرف للرينج سايز بعدين بول كيرف اون سيرفيس. ونعمل لوفت علشان البورد ونعمل ميرور. في خط هنا هحركه باستخدام سيرفس سيم علشان ما يضايقنيش وانا بحط البتر. هعمل سيرفس على الارض وارفعه 3 لان دي هتكون نهاية البترن عندي، وهطلع الانترسكشن ما بينهم. هعمل offset curve on surface 0.5 هنا وهنا، وبعدين join with trim. وعلشان يكون في intersection بين مساحة الباترن والخاتم، هاخد كوبي من السيرفس هنا بالضغط على Alt ونعمل سبلت ونشيل الجزء ده، وياخد الخط ده هنا وهعمل offset curve on surface 0.2 لبرا وبعدين سبلت. هغير لون السيرفس عشان تعرفوا الفرق وارجعه مكانه زي ما انت شايفين. هي دي مساحة الانترسكشن اللي انا كنت عايزاه. تعالوا بقى نعمل البتر. هحط نقطة بعدين هرسم خط ونعمل ريبيلد ونرفع النقط شوية بعدين اكسترود كيرف بوث سايد 25 بعدين array بولر. هعمل boolean union علشان يبقى حتة واحدة. هي دي القطعة الأساسية للباترن بتاعتي. هعمل array بولر من الميد بالمنظر ده علشان أكررها
كذا مرة. بس زي ما انتوا شايفين في مساحات متكررة، هاخدهم كلهم وهعمل بوليان يونيون تاني، بقى بولي سيرفس واحد اقدر اتحكم فيه. تعالوا من هنا هعمل سكيل 1 دي علشان يبقى فيها عمق اكتر. نيجي بقى للخاتم، هعمل منه 3 نسخ، هدوس الت وكرر. وتعالوا نرص الباترن بأول طريقة باستخدام سماش. هختار سماش، هنا بيقولي السيرفس هيبقى أقل من الأصل شوية، ده معناه إن الباترن هيبقى فيها سنة استطالة شوية. ظهر السيرفس ده هخليه في النص وأحركه وأحط الباترن في نص السيرفس. بعدين هعمل دوبليكيت بوردر واكسترود علشان اقطع الزيادة. بعدين فلو along surface، بالمنظر ده هنزل الباترن شوية علشان الأطراف تدخل لجوه. بعدين offset surface، ودي أول طريقة. وتعالوا نعمل الطريقة التانية باستخدام الـ UV، بس المرة دي هستخدم بايب. هاخد الخط بتاع الباترن ده ونعمل منه array بولر ونكرره. طبعا في خطوط مشتركة كتير، هختار select duplicate ونعمل delete. كده مفيش اي حاجة متكررة. هختار create UV، ظهر لي خطين جوه بعض، وده لان السيرفس ده مقطوع من سيرفس الخاتم. هشتغل على اللي بره وهعمل سيرفس باستخدام باتش. واشيل الزيادات. هنا انا مش هقدر استخدم apply UV لان الخطوط مش على نفس المستوى، فهستخدم flow along surface board. ونعمل بايب. وده نتيجة الـ UV مضمومة شوية من تحت. لو حابب تظبطها من غير الضمة دي قولي في التعليقات وهشرحها في فيديو جديد ان شاء الله. واخر طريقة معانا وهي الـ Squish،
علشان تنجح لازم نعمل السيرفس من جديد من غير قطع. هعمل دوبليكيت بوردر، بعدين اكستراكت ايزو كيرف، ونعمل سويب تو. في خطوط في السيرفس هنا، ونعمل ريبيلد بس كده. بعدين نعمل سكواش، وهحط نقطة في النص، وحركه هنا. سكواش مش بتشتغل غير لما تكون الباترن كلها على الأرض، فهعمل دوبليكيت بوردر للباترن دي، بعدين نعمل بروجكت على السيرفس، ونعمل جروب. بعدين هعمل سكواش باك، زي ما انت شايفين هنا الباترن فوق وتحت في نفس الجروب، فهعمل ريموف فروم جروب للباترن اللي تحت، وبعدين اثبت. هضغط على كنترول وادوس على المساحة اللي في النص دي، وبعدين ديليت. ونعمل اوفست سيرفس بس كده. وبكده نكون اتعلمنا ازاي نحط الباترن بالتلات طرق، سماش ويوفي وسكواش. فضلا وليس امرا، اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو في باترن معينة عاوز تعملها ممكن تبعتها على الميل ونعملها سوا ان شاء الله. ان شاء الله هشرح ازاي نحط الباترن بالماتريكس والراينو جولد كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.